قال أن يكون المقتول معصوما. ما معنى معصوما؟ شايخ أحسنت. المراد بالعصمة هنا عصمة الدم، وعكس المعصوم هو مهدر الدم، ومهدر الدم هو الذي قام به سبب من أسباب إهدار الدم. فلو قتل حربيا فلا قصاص، لأن الحربي الكافر الحربي مهدر الدم. لو قتل زانيا محصنا فلا قصاص، لأن الزاني المحصن مهدر الدم شرعا. لكن يقول الفقهاء إنه لو قتل زانيا محصنا فالقتل وقع موقعه، لأنه يجب رجمه حتى يموت، ولهذا لا قصاص عليه، لكنه يعزر لافتياته على الإمام، لأن إقامة الحدود هي من خصائص الأئمة كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب الحدود. لكن من حيث القصاص لا قصاص، لأن من شرط وجوب القصاص أن يكون المقتول معصوم الدم.